شيء عجيب جدا، حاجه يعني غريبه فعلا. برضو استكمالا للكلام اللي بيتقال، يعني ان كيروش يعني قال على انضمام تريزيجيه جاء نتيجه لخبرته الكبيره، وهو لاعب مميز للغايه. لغايه هنا الكلام زي الفل، لا غبار عليه. بس ايه، خبطنا جمله ثانيه بعديها اثارت برضو هي كمان تحفظات الكثير جدا من البشر الحقيقه. قال يعني لم احدد حتى الان مركزه الذي سيلعب فيه. نقف بقى هنا يا ست الكل ونفكر مع بعض بصوت عالي، يعني ايه لم احدد المكان؟ يعني هو مثلا عامل نادر ما يلعبش اي حد في المركز الطبيعي بتاعه، عنده مشكله في انه يلعب كل حد في مركز مختلف عن المركز اللي هو يعني قلنا ده مقبول يا كريم مع كاس العرب، قلنا يمكن لسه هو بيختبر اللعيبه وبنشوف، ويمكن في حاجه احنا مش فاهمينها. لو انت فاكر احنا قلنا الكلام ده، قلنا يمكن في حاجه احنا مش فاهمينها. الراجل ده برده سي في تقيل وقامه مفروض، وتم اختياره، اكيد احنا مش هنختار اي حد، ولكن الواضح كده ان الموضوع مستمر معانا كمان. فيعني لا، انا بتفق معاك، في حاجه مش مفهومه، فكره كمان ان اللعيبه مش بتلعب في مراكزها، ودي ثابته معانا بقى الحكايه دي. يعني مش مثلا ماتش اتنين قلنا يمكن يعني بالصدفه، لكن ده واضح ان في اصرار. تريزيجيه بيقول لك لم احدد الموقع الذي، يعني هل خطر له على بال يعرف مثلا وقفه حارس مرمى؟ لا مش للدرجه دي. ما هو تضمني منين؟ تضمني منين واحنا في ضوء اللي حاصل ده كله؟ عادي جدا. طيب المهم